سريعا هنروح لمدينة العلمين الجديدة ونتابع مع زميلنا محمود جميل من هناك أبرز الفعاليات والأنشطة النهاردة الموجودة ضمن المهرجان. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا شاذلي، وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بنصبح عليكم من أجواء مدينة العلمين الجديدة، ولازلنا بنتابع معاكم كل الفعاليات المستمرة لمهرجان العلمين الجديدة. ويمكن احنا بدأنا العد التنازلي في الأسبوع الأخير ونهاية مهرجان العلمين الجديدة، لكن الحقيقة الفعاليات لازالت مستمرة. ويمكن بداية كمان من النهاردة هنشوف فعاليات متنوعة على مدار اليوم لحد نهاية المهرجان يوم الجمعة، والختام اللي هيكون طبعا بحفلة ويجز. خلينا أقول لك امبارح يعني بطولة الجودو الحقيقة اللي زالت مستمرة، وهو الفعالية الأهم في الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين الجديدة. ويمكن الحقيقة في كل مرة بتكلم معاكم فيها عن التجهيزات والمجهود الجبار اللي موجود في بطولة الجودو العربية للعام الثاني على التوالي، ويمكن مواكبة التطور ده باين جدا من حيث التجهيزات، من حيث الإمكانيات اللي موجودة، تقديم كل التسهيلات سواء للجنة التحكيم اللي موجودة على أعلى مستوى، وكمان كل الوفود العربية المشاركة اللي بيتقدم ليها كل الدعم والتسهيلات في وجودها على أرض مدينة العلمين الجديدة. لكن الحقيقة المميز امبارح أنه كان في تألق مصري كبير جدا في النزالات المختلفة اللي كانت موجودة بين الشباب وبين البنات طبعا الموجودين في بطولة الجودو. ويمكن البنات المصريات يعني كانوا متألقين بشكل كبير جدا امبارح، وده يمكن بيرجع الحقيقة للمجهود اللي بيتم من خلال وزارة الشباب والرياضة للمشروع القومي للشباب في المواهب الرياضية المختلفة، واللي بيتم دعمه من قبل القيادة السياسية لتأهيل الموهوبين رياضيا لرفع اسم مصر في المحافل الدولية. فالحقيقة امبارح كان في اللاعبة فاطمة جابر اللي تألقت في نزال 48 وحصلت على المركز الأول في هذا النزال، بالإضافة طبعا إلى الأجواء الجميلة والتشجيعية والحماسية اللي بتكون موجودة بين كل الأسر والعائلة. النهارده هيكون في ختام بطولة الجودو إن شاء الله، هنتابع النزالات الأخيرة بين المتسابقين، بنتكلم عن 500 لاعب ولاعبة من 10 دول عربية مختلفة، بالإضافة كمان إن احنا هنبدأ بقى بعض الفعاليات الأخرى اللي هتكون موجودة على أرض مدينة العلمين الجديدة. هيكون عندنا النهارده مسرحية عريس البحر، المسرحية دي طبعا بعدد من الموهوبين اللي هيكونوا موجودين والوجوه الشابة الجديدة في المسرحية دي اللي هتكون طبعا موجودة النهاردة. العرض هيكون ليوم واحد النهاردة، فبندعو كل الناس اللي موجودة طبعا في مدينة العلمين الجديدة ان هي تيجي وتستمتع بالمسرحية اللي هتكون الساعة 7 مساء النهاردة في المسرح الأرينا اللي موجود هنا في مدينة العلمين الجديدة في المنطقة الترفيهية. والحقيقة المسرح ده تم تجهيزه لاستقبال عدد كبير من المسرحيات المختلفة اللي شفناها من بداية مهرجان العلمين، وأغلب المسرحيات طبعا اللي كانت موجودة وبتأتي بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض. بالإضافة أن احنا بكرة هيكون عندنا فعالية رياضية مهمة، وهي أفضل لاعب كرة قدم من سن 9 سنوات لحد سن 15 سنة. أفضل لاعب كرة قدم في السن ده هيكون موجود بكرة على ملعب كرة القدم الخماسي في المنطقة الترفيهية، فهيكون حالة تشجيعية جميلة جدا، وأي حد يمتلك الموهبة في لعبة كرة القدم يقدر أن هو يكون موجود بكرة في الفعالية دي. يوم الجمعة إن شاء الله هيكون عندنا حفلة ويجز، وهيكون عندنا طبعا فعالية خاصة بكرة السلة بالنسبة للفرق من منطقة الإسكندرية اللي كانوا بيلعبوا هنا في مدينة العلمين. الفرق هيلعبوا بعض يوم الجمعة 3-3 في ملعب كرة السلة، وكمان هنكون كلنا في انتظار حفلة ويجز اللي متوقع ليها حضور عدد كبير جدا في منطقة اليو أرينا، وعدد من الفعاليات اللي الحقيقة ما بتنتهيش في مدينة العلمين الجديدة. وأكيد هنتابع معاكم كل الفعاليات المختلفة في مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية في مدينة العلمين. دي الصورة من مدينة العلمين، وبرجع لك في الاستوديو مرة تانية يا شاذلي. شكرا جزيلا زميلنا محمود جميل من مدينة العلمين الجديدة، بنشكرك طبعا جزيل الشكر.